السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي الطلبة وطالبات التعليم الصناعي، خاصة التعليم الفني وهو نظام 3 سنوات. أهلا ومرحبا بكم في عام دراسي جديد 2021-2022. إن شاء الله هناخد مع بعض حلقتنا النهاردة في برنامج في بيتنا مدرسة، مادة تطبيقات تكنولوجية، وهي بالمختصر مادة الميكانيكا. طبعا مادة الميكانيكا من المواد الهامة جدا سواء في التعليم الصناعي أو في الثانوي العام. طبعا بيدرسوا في التعليم الصناعي 5 تخصصات هذه المادة: تخصص تشغيل على الماكينات وتركيبات ميكانيكية وتكييف وتبريد وسيارات وجرارات وكهرباء. هندرس السنة دي إن شاء الله علم الميكانيكا. أولا لابد من نعرفه بينقسم إلى شقين، للديناميكا والاستاتيكا. سنة ثالثة إن شاء الله هندرس فيها فرع الديناميكا. فرع الديناميكا بالنسبة للميكانيكا وهي تدرس حركة الأجسام، خط مستقيم سواء أن الجسم يتحرك في اتجاه ثابت. طبعا هنا دراسة المادة تطبيقات تكنولوجية لابد أن الطالب رقم واحد تحويلات. تحويلات مهمة جدا 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 في بداية المادة، لابد ان الطالب يكون عارفها كويس جدا، زي جدول الضرب. يبقى الرقم هديه 5 ممكن يوصل 674 275. طبعا هناخد التحويلات وهنعرف كل رمز من الرموز، وبالنسبة لانواع الحركة في خط مستقيم حلقة زي سلسلة متدرجة ناخد تحويلات عنها النهاردة إن شاء الله. ثم بعد كده هناخد نيوتن أول، تحويلات ليه، نيوتن تاني، نيوتن تالت، الشغل، القدرة، وبعد كده هناخد طاقة، بعد كده نقل الحركة بالسيور، ثم التروس، ثم أنواع الآلات، ثم الاتزان الديناميكي. ده كل محتوى المادة الميكانيكا اللي هي تطبيقات تكنولوجية. طب هنا دلوقتي عاوزين نعرف احنا هندرس ايه. فرع الميكانيكا الديناميكا بندرس فيها حركة الأجسام، حركة الجسم في اتجاه ثابت، حركة في خط مستقيم اتجاه ثابت. طب هنا عندي أنواع حركة في خط مستقيم. أول حاجة عندي الحركة بسرعة منتظمة، وهي قطع مسافات متساوية في أزمنة متساوية. طبعا ما أقطع مسافات متساوية في أزمنة متساوية، في الحالة دي ممكن أقول اللي فيه بتساوي عين في نون. المسافة نعرف بقى الرمز، فيه يعني مسافة، بتساوي عين اللي هي السرعة، في نون اللي هو الزمن، يبقى المسافة تساوي عين في نون تطلع بالسنتيمتر. طب لو حبيت أجيب السرعة، السرعة في الحالة دي بتساوي إيه؟ المسافة على الزمن، سنتيمتر على الثانية. كل حاجة بتكلم بها بالتحويلات، كل حاجة من بداية المنهج بالتحويلات. لابد ان نعرف كل رمز من الرموز دول تحويلته ايه. يبقى هنا السرعة بتساوي مسافة على زمن، يبقى هنا سنتيمتر على الثانية. طب حركة سرعة متغيرة ايه هي؟ هي قطع مسافات متساوية ولا غير متساوية؟ هي قطع مسافات في أزمنة غير متساوية. يبقى السرعة المتوسطة بتساوي المسافة الكلية على الزمن الكلي. طب السرعة المتوسطة هنا بالرمز ايه؟ عين. المسافة الكلية بالرمز فيه على الزمن بالرمز ايه؟ نون. يبقى تطلع سنتيمتر على الثانية، سنتيمتر على ايه؟ الثانية. طيب دي حاجة. عندنا عجلة، في عجلة الحركة وفي عجلة الجاذبية الأرضية. هناخد دي ايه ودي ايه. عجلة الحركة هنا بنرمز لها بالرمز جيم. يمكن عجلة الجاذبية الأرضية هناخدها بعد ما ناخد الحركة الأفقية، دي دال اللي هي عجلة الجاذبية الأرضية بـ9.8 متر على الثانية تربيع أو 980 سنتيمتر على الثانية تربيع. دي قيمة دال اللي هي عجلة الجاذبية الأرضية. طب هنا بيقول لي العجلة ايه هي؟ اذا كانت سرعة الجسم تزداد، بتزداد سرعة الجسم بانتظام، فان الحركة هنا تكون ايه؟ تزايدية.
طب وإذا كان حركة الجسم بتنقص في الحالة دي بانتظام، فإن العجلة تكون إيه؟ تناقصية. يبقى هنا جيم اللي هي عجلة الحركة بتساوي عين ناقص عين صفر على الزمن نون. طيب يبقى هنا التمييز بتاعها إيه؟ سنتيمتر على الثانية تربيع، سنتيمتر على الثانية تربيع. يبقى أنا عرفت أنا هنا العجلة، يبقى جيم بتساوي عين ناقص عين صفر، طب عين السرعة النهائية وعين صفر السرعة الابتدائية على الزمن، الزمن ده اللي هو إيه؟ نون. يطلع الوحدة والتمييز بتاعها سنتيمتر على الثانية تربيع. تمام. أول حالة من حالات أنواع الحركة في خط مستقيم هنبص مع بعض، لابد إن كل طالب يعرف الرمز إيه؟ هنقول جيم وهنقول عين وعين صفر وفيه. يبقى أنا ما أنا ممكن أكون حافظ الثلاث حالات الحركة الأفقية والرموز بتوعهم كويس جدا، بس ما أعرفش إيه هي فيه؟ ايه هي جيم؟ ايه هي عين؟ ايه هي عين صفر؟ يبقى لازم ان انا اعرف كل رمز دوت تفسيره ايه؟ عين يبقى السرعه النهائيه، عين صفر السرعه الابتدائيه، جيم عجله الحركه، نون الزمن، فيه المسافه، عشان اما اجي وانا بقرا المساله اعرف اطلع انهي حاله من هذه الحالات الثلاثه اللي هستخدمها في القانون، وممكن يكون مساله مربوطه ما بين قانونين، يبقى بجيب حاجه عشان تجيب الحاجه الثانيه في القانون ايه؟ الذي يليه. تعال نبص مع بعض كده أنواع الحركة الأفقية. الأول عندي قوانين الحركة الأفقية، عندي ثلاث قوانين، عين بتساوي عين صفر زائد جيم نون. القانون الثاني ف بتساوي عين صفر نون زائد نص جيم نون تربيع، وعين تربيع بتساوي عين صفر تربيع زائد اتنين جيم ف. طب أنا حفظت الثلاث قوانين وعرفتهم كويس جدا، وهل هنا في الحالة دي أعرف المسألة هتجيلي رموز؟ ما هتجيلي كلمية، أحول الكلام إلى رموز. يعني عارف عين اللي هي السرعة النهائية، وعين صفر اللي هي السرعة الابتدائية، جيم العجلة الحركة، ونون الزمن والمسافة فيه، وإحنا قلنا عين صفر قبل كده، يبقى الرموز اللي أنا عرفتها يبقى التلاتة، يبقى أنا حفظت الثلاث قوانين، يبقى الثلاث حالات للحركة الأفقية. في الحالة دي أقدر أشوف أنهي قانون يناسب هذه الحالة من التلاتة دول. تعال بص هنا بعض الملحوظات المهمة جدا 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 وانت بتقرأ المسألة. إذا بدأ الجسم حركته من السكون، أول ما الاقي في المسألة إذا بدأ الجسم حركته من السكون، يبقى هنا السرعة الابتدائية بتساوي إيه؟ صفر. إذا سكن جسم بعد قطع مسافة معينة، فإن السرعة النهائية هنا عين بتساوي إيه؟ صفر. إذا كانت عجلة الحركة الجسم تقصيرية، فإن عجلة الحركة جيم بتساوي إيه؟ سالبة. مهمة جدا دي. لو في تقصير في عجلة الحركة وأنا بمشي، يبقى التقصير هنا يبقى القانون في هذه الحالة هيكون إيه؟ سالب. طيب يبقى دي الثلاث ملحوظات الأساسية اللي لابد إن أنا أكون عارفهم كويس جدا، وحافظ الثلاث قوانين وعارف الرموز بتاعتهم كويس. يبقى في هذه الحالة ان احنا ايه؟ هنبتدي نشوف ان الجسم هنا هنبتدي نشتغل عليه ازاي. تعال نشوف المثال الاولاني. يتحرك جسم بعجلة منتظمة 20 سنتيمتر على الثانية تربيع، فاذا كانت سرعته في لحظة ما هي 1 متر على الثانية، فما سرعته بعد 54 ثانية من هذه اللحظة؟ يبقى انا هنا في الاول حاجه اعملها ان انا لابد ان اعمل هامش واطلع بيانات المساله. اذا كان في تحويل احول، هنا عندي السرعه الاساسيه اللي عين الابتدائيه بتساوي 1 متر على الثانيه، هسيبها لسه مش عارف احول ولا لا، وجيم عندي بكام؟ ب 20 سنتيمتر على الثانيه تربيع. طيب والزمن 54 ثانيه، انا عايز عين، هل المتر ينفع مع السنتيمتر اللي هي الجيم العجلة؟ لابد ان نحول متر على الثانية لسنتيمتر على الثانية. المتر فيه كم سنتيمتر؟ 100. يبقى هنا الواحد في 100 بتساوي 100 سنتيمتر على الثانية. يبقى كده انا طلعت بياناتي في هامش. اذا كان في تحويل حولت، ظبطت الوحدات مع بعضها، هل انهي قانون من التلاتة اللي انا طلعتهم انواع الحركة الافقية من البيانات دي اقدر استخدمه
طب انا هنا حطيت القانون الاولاني ان عين بتساوي عين سبر زائد جيم نون. طب انا عندي عين، هو مطلوب عين، عين سفر عندي مديني عين سفر، جيم عندي مديني جيم، الزمن الزمن مديهولك. تعال بص، لاحظ ان انا كنت بقول اول ما بدات ان ممكن الرقم يكون 5 يوصل 625244 بواسطه تحويلات. النهارده الرقم بتاع عين صفر السرعه الابتدائيه 1 متر بقى 100 سنتيمتر على الثانيه، يعني ما حطيتش واحد عشان بقى ايه، بجيب الوحدات مع بعضها. يبقى السرعه الابتدائيه يبقى 100 زائد الجيم بكام؟ ب 20 عجله الحركه في الزمن بتاعي 54 ثانية، يضرب 20 في 54 واجمع عليهم ال 100 يطلع 1180، التمييز بتاعي سنتيمتر على الثانية. يبقى أنا طلعت التمييز بتاعي سنتيمتر على إيه؟ الثانية. يبقى أنا هنا وأنا شغال رقم واحد قراءة البيانات المسألة كويس جدا. ليه؟ إذا سكن جسم يبقى عين صفر في صفر، يعني من اللفظ بتاع المسألة. أدي واحد، اتنين خروج بيانات المسألة في الهامش، تلاتة إذا كان في تحويل أحول، إذا كان في تحويل هحول. حولت وظبطت المسألة وطلعت كل بياناتي في الهامش، مش هاجي وأنا شغال في المسألة هعمل تحويل، ما أنا حولت على الهامش، يعني يعتبر باخد الرقم نهايته بخلاصة، يعني بتاعه كان 9 بقى 241، هاخد 241. أبص للتلات قوانين الحركة سهلين جدا، بس اخد بالي وانا بختار. هل هنا عندي جيم؟ عندي جيم. عندي عين؟ عندي عين. عندي عين صفر؟ لا، يبقى انا القانون دوت اللي هو اللي هيتلاقى مع ايه؟ مع هذه المساله. يجي قانون تاني ابص الاقي ايه؟ انا عندي جيم ما عنديش نون. لا، يبقى في قانون هجيبه يجيب لي مثلا نون، ومن وسط نون اقدر اجيب منها عين. يبقى استخدمت قانونين في مساله. هنا بعد ما اطلع البيانات بتاعت المساله وظبطت التحويلات بتاعتي، اشوف القانون اللي انا محتاجه اللي انا هستخدم مع بيانات المساله، ابتدي اطلع بيانات المساله مع القانون مع التحويلات، واجي الاخر اقول مثلا 7.9 سنتيمتر على الثانيه، 7.9 متر على الثانيه تربيع. يبقى انا بقول الكلام ده ليه؟ عشان عود نفسك من بدايه المنهج من دلوقتي ان انت تعرف تحويلات كويس جدا، تبتدي تتدرب اللي انت تطلع بيانات على الهامش، وبعد بعد ما اطلع البيانات ابتدي اعمل تحويل بتاعي من الرقم نفسه على طول، اخلصه في الهامش عشان اما اجي اخد الرقم هاخده جاهز على طول اذا كنت هضرب او اجمع او اقسم. يبقى مش لسه هاخد الرقم واحد، يبقى 100 واحد في 100 في 100، يبقى انا واخده منك 100 على طول، يبقى ما اطولش في المساله. تعال نشوف المثال اللي بعد كده، مثال اثنين. اوجب مقدار العجله التي يتحرك بها جسم إذا تغيرت سرعته من 54 كيلو متر في الساعة إلى 300 سنتيمتر على الثانية. نقف في الحتة دي، أنا عندي هنا سرعتين، سرعة بالكيلو متر في الساعة وسرعة بسنتيمتر على الثانية. يبقى لابد اللي أنا هخلي السرعتين بالسنتيمتر، لازم يكونوا الاتنين. لو كان مديني 54 كيلومتر في الساعة إلى 300 متر على الثانية، يبقى في الحالة دي لازم أخلي الاتنين بمتر على الثانية. طيب، أو أخليهم بكيلومتر الساعة. هنا في الحالة دي بعد كده بقول إيه؟ في زمن قدره 5 دقيقة بعد كده، وهل يمكن لهذا الجسم أن يسكن ومتى؟ طيب، هاخد ال 54 كيلومتر في الساعة. طب أنا جيت ضربت في 250 على 9. طب اشمعنى ضربت في 255 على 9؟ طب ما في 5 على 18. 250 على 9 هنا كيلو من كيلو متر ساعة لسنتيمتر على الثانية. لما بحول من كيلو متر ساعة لسنتيمتر على الثانية يبقى بضرب في 250 على 9. طيب، أما أنا ضربت 54 في 250 على 9 طلع لي 1500 سنتيمتر على الثانية. أنا عندي السرعة الثانية كام؟ 300 سنتيمتر على الثانية، يبقى الوحدتين بالسنتيمتر على الثانية. تمام، يبقى السرعة كده أنا ظبطتها. تمام، تعال نحط القانون اللي يمشي معاهم. حطيت القانون عين بتساوي عين صفر زائد جيم نون. أنا عندي عين، عندي عين ب 300 سنتيمتر على الثانية. ما أقولش 300 وأسكت، لازم أقول 300 إيه؟
متر على الثانية، سنتيمتر على الثانية بالوحدة بتاعتها. هنا عين صفر الأعطاب كام بعد التحويل؟ 1500 سنتيمتر. تمام، عندي مديني العجلة، العجلة مداني كام؟ ها؟ مش مدهاني. مديني الزمن كام؟ مكتوب 30. يبقى هنا زائد كام؟ 30. طب جت منين؟ العملية دي تقصيرية يمكن للجسم أن يحصل. أنا عندي دلوقتي، بص معايا، جيم في نون. التقصير بتاعي اللي حصل هنا إن قيمة الزمن بتاعي 5 من 10 دقيقة. الدقيقة فيها كام ثانية؟ 60. طيب والنص يبقى 30 جيه. هاجي هنا دلوقتي أطلع 1500 بره بالسالب ناقص هنا بالناقص زائد 300، هيطلع لي ناقص 1200 على 30. الخالي على المشغول يبقى طار صفر مع الصفر، 3 فيها الواحد على 3 فيها الايه؟ ال 40. يبقى هنا سالب 40 سنتيمتر على الثانية تربيع. يبقى أنا هنا طلعت الجيم بكام؟ بسالب 40 سنتيمتر على الثانية. يبقى إذا العملية تقصيرية ويمكن للجسم أن يسكن. هنا جيم طلعت بالسالب، يبقى عين، يبقى عين بتساوي عين صفر ناقص لما بيكون في تقصير. وهل يمكن لهذا الجسم أن يسكن ومتى؟ عين أنا حطيت ناقص عشان في تقصير، يبقى 300 عين صفر ناقص 40 اللي هي العجلة اللي لسه جايبها، ناقص 40 في الزمن بتاعي نون. يبقى هنا في الحالة ديت أما أجي أطلع 300 بره أو أطلع 300 بتساوي 40 نون، باخد 300 على 40، يبقى نون في الحالة دي بتساوي كام؟ 7.5 ثانية. يبقى هنا الجسم بتاعي، الجسم بتاعي هنا عملية تقصيرية ويمكن الجسم أن يكون له إيه؟ يسكن. يبقى عملية إيه؟ يبقى نون في الحالة دي تطلع إيه؟ بالثانية أو بالدقيقة، تطلع بالثانية أو بالدقيقة. يبقى هنا مفيش فرق إذا كانت بالدقيقة هنا أو إدهاني 1 دقيقة، يبقى 60، يبقى 60 ثانية، يبقى بحولها لإيه؟ للثانية. يبقى أنا بستخدم القانون حسب ما أنا شغال. يبقى هنا حسب بيانات المسألة، يبقى هنا تحويل لابد أراعي وأنت شغال التحويلات. تاني مثال اللي بعد كده، تحرك جسم بسرعة ابتدائية. السرعة الابتدائية قلناها اللي هي عين صفر، 45 كيلومتر في الساعة بتقصير، أحط تحت دي خط وأنا قلتها في الملحوظات. يبقى هنا أما بيكون بتقصير يبقى بتلاحظ ان هنا في الحاله ديت هيكون قانون استخدامه سالب، تقصير منتظم. بعديها 3 متر على الثانيه تربيع، احسب المسافه بعد 8 ثواني. المسافه بعد 8 ثواني اللي هي نون من بدء الحركه. طيب الاول هنا امسك الهامش وابتدي زي ما قلنا عشان نبقى ايه متفقين على وضع واحد، اطلع بياناتي واذا كان في تحويل احول واخلص كل التحويلات بتاعتي في الهامش، اخد الرقم من الهامش على القانون على طول، مفيش تحويل وانا شغال. تمام، عين بتساوي عين صفر بتساوي كام؟ 45، عاوزها بمتر على الثانية لان مديني هنا العجلة بمتر على الثانية تربيع. لو كان مديني بسنتيمتر يبقى انا كنت في الحالة دي ب 250 على 9. يبقى هنا مداني بمتر على الثانية تربيع، يبقى 5 على 18، يبقى عين بتساوي عين صفر بتساوي كام؟ 12.5 متر على الثانية. مديني هو العجلة 3 متر على الثانية تربيع، نوم بتساوي 8 ثانية، عاوز المسافة. طب أنهي قانون نستخدمه؟ طب هنا فيه بتساوي عين صفر نون زائد نص جيم نون تربيع. حطيت القانون، هل هنا كل القانون ده تأقلم مع بيانات المسألة؟ نشوف. عندي فيه، هو مطلوب فيه عين صفر، عندي عين صفر ومحولها ما خدهاش 45، 12.5. تمام، عندي جيم مديني جيم، عندي نون. يبقى هنا كل البيانات موجوده وعندي ف اللي هي مطلوبه، يبقى استخدم القانون. مجرد اخد الارقام ارصها تحت القانون سواء كانت جمع او تكون ضرب او تكون قسمه. انا حطيت القانون عشان ما ننساش بالموجب،
في المسألة مديني بتقصير منتظم، يبقى في الحالة دي كان ممكن تقلت في الملحوظات هنا، يبقى بالسالب. أنا عندي عين صفر طالعة بكام؟ ب 12 ونص في الزمن بتاعي 8 ناقص نص في العجلة ب 3 في نون ب 8 بعد تربيعها 8 في 8 8 تربيع ب 64. أخلص الجزء اللي هو سالب نص في 3 في 64، الجزئية دي هتطلع 96، 125 في 8 على 100 هتطلع 100. أطرح 100 ناقص 96 المسافة بتطلع بالمتر، يبقى فيه طلعت 4 متر. يبقى عايزك تاخد بالك من حاجة، المسائل سهلة من دلوقتي، وتدرب تحويلات خروج بيانات قراءة المسألة جيدا. انت عندك 12 باب، لو اتبعت التعليمات من دلوقتي زي بقول لك خد احفظ جدول الضرب، النهاردة خدت في الحركة الأفقية بعض التحويلات اعرفهم واحفظهم، وابتدي وانا شغال في المسائل اعرف ازاي التحويلات، هاجي اخش على الحركة الرأسية لقيت تحويلة جديدة يبقى زادت تحويلات عرفتها، اجي اخش على نيوتن اول هيبتدي التحويلات تزيد، يبقى هنا مش هكوم على نفسي، تلاقي المسائل سهلة. يبقى انت عرفت تبرمج قراءة المسألة جيدا، خروج بيانات على الهامش، بعد كده اعمل التحويلات في الهامش، استخدم انهي قانون، التمييز مهم جدا، المسافة ما اكتبش 10 واسكت، اكتب عين بتساوي 25 واسكت، لا، ما انا عارف الوحدة بتاعت المسافة ايه، وبتاعت السرعة ايه، وبتاعت الزمن ايه، وبتاعت العجلة ايه، يبقى لابد ان ما تنقص نفسك درجات بايدك ورغم ان انت عارفها. مش الموضوع اللي انت تطلع المسافة بتساوي 4، 4 ايه، 4 متر ولا طن ولا سنتيمتر، لازم كل تمييز ليه تحويل وليه وحدة، يبقى الوحدة اللي بتخص التمييز دي اللي انا ايه هتبعها. يبقى انا هنا وانا شغال شفت ان المسافة طلعت 4 متر، ما جيش ايه اكتب 4 كيلو متر على الساعة، ما يبقاش صح خالص، يبقى ما بيعرفش التحويلات. يبقى لابد التحويلات من البداية، انت لسه بتاخد جزئية صغيرة، بعد كده تاخد حركة رأسية، بعد كده تخش بقى في نيوتن اول وتاني وتالت، كل مدى بتزيد. ما تكومش على نفسك بالنسبة للتحويلات، تحويلات كل مرة تاخد حتة يبتدوا يزيدوا هيبقوا سهلين. يبقى من البداية مش هتقول ايه مادة الميكانيكا سواء التعليم الفني او في الثانوي العام، المادة بتدرس شابتر كبير زي بعض من اول هنا انواع الحركة لغاية الطاقة والقدرة، يعني يعتبر ثلاث ارباع المادة محتاجة تحويلات. هنا صعوبة المادة في تحويلاتها وقراءة المسألة، في نقط زي ما قلت لكم بقطع، اذا سكن جس يبقى اوتوماتيك على طول يبقى عين صفر بصفر. طب هي مش موجودة في المسألة؟ لا، دي ملحوظات، مفاتيح عن الايه الحركة الافقية. يبقى انا عرفت ازاي الحركة الافقية. طب وعايز اعرفك حاجة، وحدات قياس الزمن، الزمن ده قياس بنقيسه بايه؟ بالساعة والدقيقة والثانية. يبقى هنا الزمن اللي هو نون، ساعة ودقيقة وثانية. طيب وحدات قياس المسافة بتقيس بإيه المسافة؟ كيلو متر متر سنتيمتر. طيب لما أحب أقيس وحدات قياس السرعة، كيلو متر في الساعة، متر على الثانية، سنتيمتر على الثانية، أهي اللي هي إيه؟ السرعة. طب وحدات قياس العجلة، كيلو متر الساعة تربيع ومتر على الثانية تربيع وسنتيمتر على الثانية تربيع. يبقى ديت العجلة عجلة الحركة، عجلة الحركة اللي هي جيم. في فرق بين عجلة الحركة وفرق بين عجلة الجاذبية الأرضية، أما نيجي ناخدها فين؟ في الحركة الإيه؟ الرأسية. طيب تحويلات وحدات السرعة بقى، إزاي أحول السرعة؟ زي ما أخدناها في المسألة، مش كنا بنقول كيلو متر، اما احب احول من كيلو متر ساعة لمتر على الثانية، من كيلو متر ساعة لمتر على الثانية اضرب في 5 على 18، من كيلو متر ساعة لمتر على الثانية 5 على 18، والعكس من متر ثانية الى كيلو متر ساعة 18 على 5. طيب لما بحول بقى ايه كيلو متر ساعة لسنتيمتر على الثانية، سنتيمتر
على الثانية 250 على 9. طب ومن سنتيمتر على الثانية إلى كيلو متر ساعة، نقلب المقام بسط والبسط مقام، يبقى 9 على 250. دول التحولات. وطبعا ايه في تضاف ليها حاجات احنا خدناها، الطن فيه كم كيلو جرام في ألف، وكيلو جرام فيه كم جرام ألف جرام، والمتر فيه كم سنتي 100، والسنتي فيه كم ملي، يبقى هنا 10. يبقى انا احول، يبقى انا خدت هنا المسافات والعجلة والسرعة والزمن، ومن تحويل من كيلو متر ساعة لمتر على الثانية، ومن كيلو متر ساعة سنتيمتر على ايه الثانية. مش محتاجة، دول جزئية خاصة بالحركة الأفقية والحركة الرأسية. تزيد نقطة وحيدة اللي هي عجلة الجاذبية الأرضية. الجاذبية الأرضية اللي هي دال بيكون 9.8 متر على الثانية تربيع، أو 980 سنتيمتر على الثانية تربيع. دول التحويلات اللي الخاصة بالنسبة للحركة الأفقية والحركة ايه الرأسية. تعال نشوف المثال اللي بعد كده. بدأ جسم حركته من السكون اوتوماتيك زي ما احنا قلنا في الملحوظات، يبقى عين صفر بصفر. هل هو قال لي عين صفر بتساوي صفر، او قال لي السرعة الابتدائية بتساوي صفر؟ لا، بدأ جسم حركته من السكون بعجلة منتظمة، العجلة اللي هي جيم 3 سنتيمتر على الثانية تربيع، فقطع مسافة 24 سنتيمتر، اوجد سرعته في نهاية تلك المسافة. يبقى اداني المسافة 24 سنتيمتر. هل هنا بس لاحظ حاجة، المسافة بالسنتيمتر والعجلة بالسنتيمتر، هل هنا في تحويلات؟ مفيش أي حاجة. طب هنا لو حطيت عين بتساوي عين صفر زائد جيم نون، جيم نون، أنا مديك الزمن؟ ما ينفعش القانون ده. عين تربيع بتساوي عين صفر تربيع زائد 2 جيم فيه. طيب هنا دلوقتي في الحالة دي عين صفر بكام؟ بصفر زائد 2 في جيم بكام؟ بتلاتة، في المسافة 54، أضرب كل الضربية 2 في 3 في 54، هتطلع لي جذرها 144. يبقى جذر 144 عشان طلعين بس تطلع كام؟ 12. تمام؟ تعالى بعد كده هناخد المثال اللي بعده. بدأ قطار حركته من السكون، قطار بدأ قطار حركته من السكون، عين صفر برضك ايه؟ بصفر. تمام. بعجلة منتظمة قدرها 6 متر على الثانية تربيع، اوجد المسافة التي يقطعها حتى تصل سرعته الى 45 كيلو متر على الساعة. تعالى حطينا بياناتنا في الهامش، القطار بدأ حركته من السكون، يبقى عين صفر بصفر. العجلة هنا بكام؟ 6 سنتيمتر. حلو. طيب اوجد المسافه التي يقطعها حتى تصل سرعته ل 45. انا عندي هنا العجله 6 متر على الثانيه تربيع، عين بتساوي 45، طالما بالمتر، ما احنا قلنا هنا اما بيكون بالمتر يبقى 5 على كام؟ 18. طيب لو كان بالسنتيمتر 250 على 9، يبقى 45 في 5 على 18 بتساوي 12.5. عاوز المسافه، عين تربيع بكام؟ ب 12.5 تربيع زائد عين صفر تربيع بصفر، يبقى 2 في ج ب 6 طالب الف، يبقى اخد هنا خالي على مشغول، يبقى المسافه تطلع 130 متر. دي كده احنا خدنا بالنسبه للحركه الافقيه ثلاث قوانين، خدنا التحويلات بتاعتها، عرفناها السرعه والمسافه والزمن والعلاقه ما بين السرعة ما بين كيلو متر في الساعة إلى متر على الثانية، وهنا ناخد العلاقة ما بين كيلو متر في الساعة لسنتيمتر على الثانية بحولها إزاي، وعرفنا وحدات الزمن وحدات السرعة وحدات العجلة وحدات الإيه المسافة. كل التحولات اللي احنا خدناها طبقناها فين؟ في الحركة الأفقية، وخدنا الثلاث حالات بتاع الحركة الأفقية، وعرفنا رمز كل وحده من القانون من القوانين الثلاثه. عرفنا عين يعني ايه، وعين صفر يعني ايه، وجيم وف ونون. عشان اما هقرا المساله، وزي ما احنا برمج نفسنا على طول بقى لغايه ما نخلص الميكانيكا، نقرا المساله جيدا. 1 2 خروج بيانات المساله، 3 اذا كان في تحويلات، 4 القانون اللي بيناسب البيانات المساله، ابتدي احط القانون اللي بيناسب،
هذا البيانات وابتدي اطلع الناتج بتاعي. راعي ان انت كل ناتج بتطلعه لابد اللي يكون ليه تمييز بالوحده. ليه التمييز؟ كل ما تنقص في تمييز في وحده، عندك ثلاث مطالب وكتبت 15، الناتج الثاني طلع 20، الناتج اللي بعديه 25، هتنقص كل وحده من الوحدات اللي انت كتبتها. ليه؟ هنا القانون واحنا شغالين، هل بنكتب احنا 15 ايه؟ لازم اقول 15 ايه؟ 15 طن، كيلومتر في الساعه، سنتيمتر على الثانيه، متر، سنتيمتر. يبقى لابد ان انت لازم تعرف حته ما فيش رقم بيتكتب الا ليه وحدته ايه. هننقل نفسينا من الحركه الافقيه، قوانين سهله جدا جدا جدا. راعي حاجه في الثلاثه اللي احنا حفظناهم في الحركه الافقيه، هم نفس القوانين، اشيل جيم احط دال. تاني ثلاث قوانين اللي استخدمتهم في الحركه الافقيه، هم الثلاث قوانين في الحركه الرأسيه، شيل جيم وحط مكانها دال. تعال بص كده، قوانين الحركه الرأسيه، عين بتساوي عين صفر، كنا بنقول زائد جيم نون، لا هنشيل جيم ونحط دال. طب ف بتساوي عين صفر نون زائد نص جيم نون تربيع، كنا في الحركه الافقيه بنحط ايه؟ نص جيم، هنحط هنا النص، هي برضك زي الدال مكانها. طب وعين تربيع بتساوي عين صفر تربيع زائد اتنين دال ف، يبقى في الثلاث قوانين هشيل جيم وهحط ايه؟ دال. اقف هنا بقى، دال ليها تعريفين اللي هي عجله الجاذبيه الارضيه، اما بتكون متر على الثانيه تربيع، متر على الثانية تربيع 9.8، وسنتيمتر على الثانية تربيع 980. طب امتى احط 9.8 وامتى احط 980؟ طبعا وانا شغال في المسألة واذا كان في متر يبقى لابد ان احط 9.8، وهنا 980 حسب تأقلم المسألة مع 9.8 ولا 980. طيب في حركة الأجسام في خط مستقيم حركة رأسية، مثل سقوط الأجسام من أعلى لأسفل، أو قصر الأجسام من أسفل إلى إيه؟ إلى أعلى. تاني، هي حركة الأجسام في خط مستقيم مثل سقوط الأجسام من أعلى إلى أسفل، طبعا لابد نستخدم القانون حركة رأسية، أو قصر أجسام من أسفل إلى إيه؟ أعلى. هنا تحت تأثير عجلة الجاذبية الأرضية، هو اللي بيأثر من الارتفاع من اعلى لاسفل او من اسفل لاعلى ايه؟ عجله الجاذبيه الارضيه. لما مفيش جاذبيه ارضيه والانسان ماشي على الارض هيبقى مفيش جاذبيه، يبقى الانسان طاير. مفيش حاجه بتجذب البني ادم اللي هي ايه؟ عجله الجاذبيه الارضيه بالنسبه لوضع المساله. وهنعرف المساله، هنفرق بين حركه افقيه وحركه راسيه. خلي بالك بقى هنا لو جاب مساله في الامتحان ان احنا نراعي، طب هو دلوقتي بيقول لك قذف جسم الى اعلى، هروح استخدم قانون الحركه الافقيه؟ الحركه الافقيه بتستخدم على سير الحركه في خط مستقيم ماشي على الارض بعجله الحركه. اما قذف جسم من اعلى لاسفل او من اسفل لاعلى، يبقى هنا في الحاله دي هستخدم القانون نفس الثلاث قوانين، بس بدل ما احط جيم هحط ايه؟ دال، عشان في الحاله دي في الارتفاع من اعلى لاسفل ومن اسفل لاعلى في عجله جاذبيه ارضيه، وعندي عجلة الجاذبية الأرضية لا ب 9.8 متر على الثانية تربيع أو ب 980 سنتيمتر على الثانية تربيع. تعال نبص بعض الملحوظات المهمة جدا زي ما جه بالنسبة لإيه؟ للحركة الأفقية، هنستخدمها في الحركة الرأسية. ملحوظة الأولى، سقط جسم رأسيا من أعلى لأسفل، هنا في الحالة دي السرعة الابتدائية عند صفر بتساوي صفر. اتنين، إذا وصل جسم الأقصى ارتفاع فإن سرعته النهائية بتساوي صفر. وصل جسم الأقصى ارتفاع في السرعة النهائية يبقى عين بتساوي إيه؟ صفر. تالت حاجة، إذا قذف جسم رأسيا لأعلى فإن عجلة الجاذبية الأرضية دال سالبة. تاني، إذا قذف جسم رأسيا لأعلى فإن عجلة الجاذبية الأرضية دال سالبة. أربعة، إذا قذف جسم رأسيا لأعلى
فإن زمن الصعود إلى أقصى ارتفاع يساوي زمن الهبوط من أقصى ارتفاع إلى نقطة القصر. تاني الحتة دي، إذا قذف جسم رأسي لأعلى زمن الصعود إلى أقصى ارتفاع يساوي زمن الهبوط من أقصى ارتفاع إلى نقطة القصر. خمسة، سرعة الجسم عند أي لحظة وهو صاعد يساوي سرعة الجسم وهو هابط عند نفس النقطة مقدار ومضاد الاتجاه. يبقى هنا في خمس ملحوظات مهمة جدا وأنا بقرأ المسألة، هتوضح لي إذا كنت أنا بقى خلاص درست الباب كله سواء حركة أفقية أو حركة رأسية وبشتغل في المسألة. طب يا مستر أنا هعرف المسألة حركة أفقية ورأسية إزاي؟ خلي بالك بقى، طبعا احنا شغالين حركة أفقية، احنا قلنا حركة العجلة، عجلة الحركة بتسير على الأرض ماشية قطعة جسم مسافة 40 كيلومتر في الساعة، يبقى دي حركة أفقية. قذف جسم من أعلى إلى أسفل كرة من المطاط، يبقى بترتفع من أعلى لأسفل في جاذبية أرضية. الجاذبية الأرضية هنا مش هاجي أحط إيه؟ جيم، لا دال، هستخدم دال بدل جيم. وخلي بالي زي ما انا بقول تقصير منتظم في الحركه الافقيه، هنا لاحظت الملحوظه قذف جسم الاعلى ارتفاع، يبقى في الحاله دي ان دال تكون سالبه، او قذف جسم راسيه الاعلى فان زمن الصعود لاقصى ارتفاع بيساوي زمن الهبوط. يبقى كده بصيت محتوى الحركه الراسيه عرفتها بتطبيقها ببعض الملحوظات الهامه. الماده سهله، سهله جدا، بس ابدأ بيها بخطوات، يبقى كل باب وانا شغال اعرف مفاتيح المسألة، اعرف تحويلاتي كويس، هتلاقي المادة لذيذة جدا وسهلة. بس طول ما انا ما بعرفش مفاتيح زي الملحوظات الخمسة اللي انا مديها وانت شغال في المسألة تقول دي جت منين؟ عن صفر ليه بصفر؟ هنا القانون بستخدمه بالسالب ليه؟ لابد دي مفاتيح للمسألة ولابد ان اخد بالي، وتعالى نبص واحنا بنطبق. سقط جسم رأسيا، اقف، سقط جسم رأسيا، يبقى على طول المسألة دي عن ايه؟ حركة رأسية. هقول حركة افقية، ما انا لسه بقول قذف الاعلى او من اسفل الى اعلى. سقط جسم رأسيا من سطح منزل فوصل الى سطح الارض، هينزل في الارض بعد 5 ثواني، اوجد سرعته وصوله الى سطح الارض كذلك ارتفاع المنزل. تعال نشوف بياناتنا. سقط جسم رأسيا من سطح منزل فوصل الى سطح الارض بعد 5 ثواني. احنا قلنا ما بيسقط، اذا سقط جسم من سطح الارض يبقى عين صفر بتساوي صفر. طيب بعد 5 ثواني ان نون بتساوي 5 ثانية، اوجد سرعة وصوله الى سطح الارض وكذلك ارتفاع المنزل. طبعا انا عايز المسافة. تعال نبص هنا، استخدم قانونين. طب ليه يا مستر؟ انا ليه ما استخدمتش القانون الثاني؟ هو وصول الجسم وكذلك ارتفاع المنزل. طب لو حطيت القانون الثاني الاول، ف بتساوي عين صفر نون زائد نص د نون تربيع. طب ما انا عندي عين صفر بكام؟ بصفر موجود. طيب طبعا صفر في نون في 5 يعني بصفر، خلاص يبقى هنا اللي قبل اشاره زائد كله طار. نص نص 9.8 في الزمن كام؟ 5. ايه ده؟ طب ما انا جبت المسافة، جبت المسافة. هنا في الحالة دي كنت ممكن استخدم قانون فيه الاول او استخدمه التاني، ان انا مش هتختلف معايا لسبب. انا عندي هنا كان عندي عين صفر وعندي نون وعندي ده، يبقى في الحالة دي لو كان انا ما عنديش عين صفر ما كنتش اقدر استخدمها. طب تعالى نبص بقى، عين بتساوي عين صفر زائد د نون. عين صفر بكام؟ بصفر خلاص زائد 9.8 × 5. جبت هو عاوز ايه؟ سرعة وصوله إلى سطح الأرض، جبت عين 49 متر على الثانية. طب وكذلك ارتفاع المنزل، المسافة، مسافة المنزل طلعت كام؟ 122.5، يعني ممكن بالتقريب 123 متر. يبقى أنا هنا بستخدم القانون، لا القانون التاني بتاع فيه بيساوي عين صفر نون زائد نص د نون تربيع
لو انا ما كانش عندي عين ما كنتش اقدر استخدم، يبقى عندي فيه مجهوله وعين صفر اللي هي السرعه الابتدائيه مجهوله، يبقى في الحاله دي لابد ان انا كنت هستخدم القانون الاولاني. ده غير المساله بقى هيكون مديني عين ومش مديني عين صفر. في الحاله دي اما اطلع عين صفر استخدمها في القانون الثاني اللي هو فيه المسافه بتاعتي. المثال اللي بعد كده بيقول لي هنا سقط جسم راسيا لاسفل من ارتفاع نحو الارض رخوه فغاص، حته مبلوله يعني فغاص فيها مسافه 16 سنتيمتر، يبقى المسافه 16 حتى سكن. فاذا كان يتحرك داخل الارض بتقصير، خلي بالك من دي بتقصير، فاذا كان يتحرك داخل الارض بتقصير منتظم، ايه ده تقصير منتظم في الملحوظات اللي كنت باخدها، يعني هكون بالسالب ماشي 8 متر على الثانية تربيع تمام، فما هو ارتفاعه الذي سقط منه الجسم؟ طيب المسافة احنا هنكتب الهامش، المسافة كام؟ 16 سنتيمتر. جيم بكام؟ 8 متر على الثانية تربيع، ايه ده 8 بقت 800، ما هو المتر فيه كام سنتي؟ 100، 8 ب 100 ب 800 سنتيمتر على الثانية تربيع، تمام. عين بتساوي كام؟ عين صفر ان الجسم سكن، بقول لك حتى سكن، فإذا كان يتحرك داخل الأرض سكن الجسم اهو. عندي هنا عين بكام؟ 160، جت منين؟ هقول لك دلوقتي. وعين صفر بصفر ودال ب 980 سنتيمتر على الثانية. تعال نستخدم الجزئية الأولانية في القانون بتاعي اللي هي عين تربيع بتساوي عين صفر تربيع زائد 2 ج ف. تمام. عين تربيع عندي بنات المسألة ما عنديش بصفر، زائد بتساوي عين صفر تربيع السرعة الابتدائية. طب أنا استخدمت هنا مصدر ناقص ليه؟ اقرا الحته بتاعت المساله، حتى سكن فاذا كان يتحرك داخل الارض بتقصير منتظم. انا كتبت القانون بالزائد عادي، امتى احط اشاره ناقص؟ قلت لك اما بيبقى فيه تقصير، يبقى في الحاله دي هكون هحط اشاره ايه؟ بدل موجب هتبقى سالبه. هتغير حال المساله، الاشاره هتفرق. يبقى عين صفر عين صفر تربيع ناقص 2، هاجي هنا عند ج كانت ب 8 متر على الثانيه تربيع وصلت 800، في المسافه بتاعتي كام مديها لك؟ 16 سنتيمتر. لاحظ سنتيمتر سنتيمتر حولتها من 8 ل 800 في 16. طب يبقى عين تربيع هنا هبتدي هضرب 800 في 16 في كام؟ في 2، يبقى عين تربيع بتساوي 25600، جذر التربيع ال 25600 اللي هي 100 وكام و60 سنتيمتر على الثانيه. حلو، طلعت عين ايه؟ عين صفر. عين تربيع بتساوي عين صفر تربيع زائد 2 د ف، ده نفس القانون، بس انا في الحاله دي عاوز ايه؟ فما هو ارتفاع الذي سقط منه الجسم؟ المسافه، المسافه بتاعتي. طب انا عندي عين تربيع بكام؟ ب 160. عين تربيع ها ب 160 ازاي؟ ده عين تربيع عين صفر تربيع اللي هي طلعت لي بكام؟ 160. طيب 2 في 980 في المسافه. طيب هنا فيه في الحاله دي هضرب بقى 2 في 980 في فيه، اخد خالع على مشغول يعني 160 تربيع على 2 في 980 هتطلع 13.6 سنتيمتر اللي هي ايه؟ المسافه. خدت بالك ان المساله بتشتغل ازاي؟ ممكن اشبط قانونين مع بعض، وممكن ان انا اخلي قانون واحد لو حسب بيانات، مش بشتغل بمزاج، حسب بيانات المساله. تعال نبص المثال الصغير ده بيوضح ازاي واحنا شغالين. كذف جسم راسيا لأعلى بسرعة ابتدائية 56 متر على الثانية، احسب أقصى ارتفاع يبلغه الجسم عن نقطة القصف.
طب انا عندي هنا عين السرعه الابتدائيه عين صفر 56 متر على الثانيه، عين بتساوي كام؟ صفر. يبقى دال، يبقى هحط بقى هنا ده بالمتر، يبقى لازم احط كام؟ 9.8 متر على الثانيه. القانون بتاع عين تربيع بتساوي عين صفر تربيع زائد 2 دال ف. عندك عين تربيع بكام؟ ها؟ بصفر. 56 تربيع ناقص 2 في 9.8 في المسافه، هقول 56 تربيع في 56 في 56 على 2 في 9.8، الاحظ هنا اقسم، يبقى المسافه بتطلع لي بكام؟ 160 متر. 160 متر. يبقى انا بلاحظ ان كل مساله حسب بيانات المساله. قذف ولد كره راسيه لاعلى وعادت الي بعد 6 ثواني، اوجد السرعه التي قذف بها الكره، قذفت بها الكره، وكذلك اقصى ارتفاع تصل اليه. انا عندي السرعه النهائيه بكام؟ بصفر. وعندي اللي هنا الزمن 3 ثواني، ما هو علقت بعد 6 ثواني، يعني اما بيرميها وتطلع يبقى في 3 و3. عين صفر بصفر ودال ب 9.8 متر على الثانيه تربيع، والمسافه في. قلت انا في الاول واحد في بعض الملحوظات زمن الصعود للكره الاقصى ارتفاع يساوي زمن الهبوط لنقطه القصد، طلع كام ثانيه؟ 3 ثواني. طب عين بتساوي عين صفر تربيع، عين صفر ناقص دال نون. طب ما هنا عين بصفر، عين صفر بكام؟ الابتدائيه صفر، عايزها محتاجها دي، ناقص 9.8 في 3، يبقى هضرب 9.8 في 3 بعين صفر 29.4 متر على الثانيه، دي سرعه القص. تمام. وكذلك اقصى ارتفاع تصل اليه فيه بتساوي عين صفر نون زائد ناقص نص دال نون تربيع، 29.4 في الزمن بتاعي 3 ثواني ناقص نص في 9.8 3 تربيع ب9، يبقى هنا هضرب 29.4 في 3 ناقص 9.8 في 9 على 2، واشوف الناتج ده يطلع 44.1، يبقى 88.2 ناقص 44.1 تطلع 44.1 متر. يبقى كده انا غطيت انواع الحركه في خط مستقيم، هي الحركه الافقيه والحركه الراسيه. في 3 قوانين بالنسبه للحركه الافقيه، هم نفس ال3 قوانين للحركه الراسيه، 3 هم ال3، بس في فرق هنا، بحط جيم عجله الحركه، اشيل جيم احط دال هي عجله الجاذبيه الارضيه، امتى احط سالب لو حصل في تقصير، امتى اكون عين صفر بتساوي صفر، قذف جسم او سقط جسم. يبقى هنا دي التحركات ومفاتيح المساله، من لعب في المساله، من قراءتها، الفاظ بتتقال، يبقى انا هعرف دي امتى ما يقول لي تقصير او تكون سالبه بالقانون بتاعي، سواء في جيم سواء في ايه؟ في دال. يبقى انا عرفت بعض الملحوظات الهامه، وعرفت برضك ايه الفرق بين الحركه الافقيه في المساله، امتى اعرفها حركه افقيه ولا المساله حركه راسيه، ايه الفرق اللي انا هعرفه في المساله وانا بطلعها، هعرف ازاي؟ هنا اما يكون جسم يسير في حركه افقيه مسافه معينه، واجي برضك هنا بالنسبه للحركه الراسيه قذف جسم من اعلى لاسفل او من اسفل لاعلى، يبقى دوت اللي هي في دال عجله الجاذبيه الارضيه، مش هاجي استخدم قانون في دال بالنسبه عجله الجاذبيه الارضيه استخدمه في الحركه الافقيه، او استخدم جيم اكتب جيم واقول ايه مكانها 9.8 او 980. يبقى بكده انا غطيت بالنسبه انواع الحركه في خط مستقيم، سواء كانت حركه افقيه سواء كانت حركه راسيه، واستخدمت بعض التحويلات اللي هي بتاعت المسافه والسرعه والزمن والعجله، وبعد كده خدت برضك تحويل من كيلومتر ساعه لمتر على الثانيه، ومن كيلومتر ساعه سنتيمتر على الثانيه، احول ازاي من كيلومتر ساعه متر على الثانيه، او متر على الثانيه لكيلومتر على الساعه، او كيلومتر في الساعه سنتيمتر على الثانيه، او العكس. وعرفت كل تحويل من التحويلات اللي انا خدتها. يبقى هنا في الحاله دي ان لابد ان انت تكون ملم بالتحويلات، وعرفت مفاتيح الحل بالنسبه لكل مساله ازاي، 3 قوانين الحركه الافقيه و3 قوانين الحركه الراسيه. وكده غطينا
النهاردة أول حلقتنا من باب أنواع الحركة في خط مستقيم. أشكركم ونلتقي في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.